ناجع والنبي محمد ناجع والنبي محمد ناجع. تعبت والله تعبت والله تعبت 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 ولا يحج عليا وانا ولا يحج عليا قال ما تنجح. هيلب مي ترامب مدري بايدن هيلب مي. تذكرون هذا الشخص اللي اسمه علي عادل كان من سكنة محافظة الحلة بابل، وهذا الشخص سافر بعدها وقرر انه يكمل دراسته، كان ينزل فيديوهات بالحر فوق السطح بايدن هيلب مي مدري شنو هيلب مي متت من الحر وما اعرف شنو هذا. ولكن علي عادل بعد ما انتشر له هذا الفيديو يقال انه هو من الاوائل على العراق يقال. فنتمنى يعني السلامه لعلي بعد هاي الفرحه الغامره، يعني اكيد هسه ما اعرف وقف قلبه ما اعرف ايش صار بيه، يعني نتمنى له السلامه بالبدايه. بنفس الوقت يعني انت لو انت من الضوج تسوي شغلات ما ادري شنو من تنجح همينه، يعني من تموع من الحر وتصعد فوق السطح تظل تحكي ترامب هيلب مي وبليزي وما اعرف شنو هذا، ومن تنجح نتمنى لك التوفيق واتمنى انه تحصل على الشهادات تلو الاخرى بالجامعه، وبعدها نتمنى لك انه توصل وتخدم بلدك.